الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. نعمل النهارده كيكه مانجا من الالف للياء، السبونش مانجا، الشربات مانجا، الجيلي مانجا، يعني كلها مانجا في مانجا. فان شاء الله الحلقه تعجبكم النهارده. استنى طبعا اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم. احنا عاملينها النهارده بشكل مختلف، يعني الطوق ده هحشيه وبعد كده في واحد تاني اصغر منه من فوق تتغطى كلها مانجا من فوق لتحت. ده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال برنامج المطعم. اي اسئله واي استفسارات ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 0900 9710 من اي رقم ارضي. عندنا وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب. كل فقراتنا مني او من اخواتي الشيفات بتنزل لكم، يعني الوصفه على الفيسبوك، الوصفه نازله بس مش الحلقه كلها. يعني تبحثي عن اللي انت عايزاه على التواصل الاجتماعي عندنا هتلاقي الفيديو موجود ان شاء الله. خلينا نبدا اول حاجه ونعمل سبونش المانجا. ازاي نقدر نطلع سبونش مانجا زي ده؟ ده بعد ما تقشر قدام حضرتك اهوت، تمام؟ وده قبل التقشير. هوريك ازاي نقدر ان احنا نقشره ونطلعه زي اللي حضرتك كده شايفاه. هو بيطلع اللون بتاعه عادي لكن من جوه يبقى لونه اصفر. طيب اما تحطي قصنص مانجا او تحطي لون اصفر. طيب اول حاجه بجيب عندي الاسبونش اللي هو الجاهز، او الكيكه الاسفنجيه الجاهزه، اللي هو العلبه اللي بتحط نص كيلو. ودي موجوده، الناس اللي بتقول لي لا ده مش موجوده، لا موجوده في اي سوبر ماركت هتلاقي موجوده فيها مكتوبه الكيكه الاسفنجيه. بتجيب الكيس بتحط عليه 6 بيضات وربع كوبايه من الميه، وهحط عليه قصنص مانجا وحاجه بسيطه جدا من اللون الاصفر. فبجيب عندي الاسبونش اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. اما تخفقيه بعجان، ما ينفعش بمضرب سلك يدوي ابدا، لازم يا اما تخفقيه بعجان او تخفقيه بمضرب سلك كهربائي. بجيب عندي 6 عدد بيض ونبدا ان احنا نكسرهم. يا مدام هاله ازيك؟ ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ ازاي حضرتك يا مدام هاله؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم، ربنا يديك الصحه. تسلم ايدك يا شيخ محمد. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. بعد اذنك يا شيخ محمد، يوم الاربعاء اللي فات حضرتك عملت الشو اللي حطيت على وشه عادل في اللون. ايوه تمام. ممكن تنزل مقاديره؟ من عينيا. مقاديره ما نزلتش. عيني لا نزلت كذا مره والله، حاضر نزلها لك تاني. طيب كتر خيرك، شكرا. شكرا شكرا لحضرتك، مع السلامه. هنا بقوم جايب عندي ال6 عدد بيض مع بعض، تمام؟ قدام حضرتك كده. خلي بالك الكيكه الاسفنجيه بتبقى فيها السكر، تبقى فيها الفانيليا، تبقى فيها المحسن، تبقى فيها المثبت، تبقى فيها كل حاجه. يا دوبك انت بتحطي البيض الاول وبنبدا نحركه الاول في العجان، وبعد كده بنحط الميه دي في الميه. واي حاجه بتجيبيها من شركات لازم تقري طريقه التحضير بتاعتها، لان كل شركه ولها البودرات ديت بتبقى ليها مقادير معينه، فكل شركه بتبقى لها طريقه، فانت لازم تقرا طريقه التحضير بتاعتها. بتحط قد ايه ميه، بتحط قد ايه زبده، بتحط قد ايه زيت. بكلمك ان جنرال يعني على موضوع الكيكات نفسه. اعلي وابدا ان انا احط عندي اللون الاصفر. واقوم واخد عندي الميه حاططها، لان الميه دي اللي هتعلي لي الكيكه بتاعتي، ربع كوبايه من الميه. وابدا ان انا اخفقهم كويس جدا واعلي السرعه على الاخر. وهتتفرجي دلوقتي هيبدا يعلى معايا ازاي. بكون هنا عم حمدي جايب عندي صاجين 2 وحاطط عليهم ورق زبده عشان اضمن ان ورق الزبده ما يتحركش من مكانه. فبجيب عندي فرشه فيها ميه سنه صغيره بس. ايوه حاجه بسيطه جدا، ناس بتدهنها زيت، ناس بتدهنها زبده، لكن انا بعملها بالميه عادي جدا. واقوم حاطط عندي ورق الزبده، اثبت ورق الزبده كويس جدا في الصاج. ان شاء الله الوقت بتاعنا يسمح بس ان انا اعملها لك من الالف للياء، تمام؟ اهو. وهنا نفس الكلام.
اقوم حط عندي الميه شويه ميه صغيرين ودي هنا عندي بالفرشه واقوم جايب عندي ورقه الزبده حاططها هنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. النص كيلو بيجيب مقاس صاجين 2 30 في 40 يعني دول 30 في 40 مقاس الصاجات نفسها 30 سنتي في 40 سنتي او ده اعتقد 25 عشان ابقى دقيق بس ده 25 في 40 سنتي زي ما انت شايفه بدات اللي هو يعلى معايا. بصي كل ما تسيبيها خفق وتستوي خفق معاكي كل ما تلاقيها بتعلى معاكي. فدي الكيكه الاسفنجيه الجاهزه تقطع عليها قصنص مانجا ولون اصفر. نخش على التقيل. عندي الكريمه دي او ممكن تعملها بكاستر على فكره، كاستر مانجا. تحطي نص ربع لتر من الحليب وربع لتر من عصير المانجا وتقلبهم على النار وتديهم حوالي 4 معالق من السكر، معلقتين اتنين من الكاستر كبار او 3 معالق، وتدوبيهم مع شويه ميه وتنزلي على الخليط ده على النار لحد ما يربط معاكي، يبقى عندك كاستر المانجا يبقى بالشكل ده، وعندك كريمه شانتيه مخفوقه او كريم نباتي مخفوقه اللي هي السايله. والكريم شانتيه كده كده نباتي، ولكن في منه الباودر وفي منه السايل. تخفقيها كويس جدا والاثنين بيبقوا مع بعض. الكريم الحيواني ما بيبقاش له روح للكيكات اللي زي ديت، نعمل منه مواس وكريمات وحاجات تانية بعيد عن اللي انا بعمله ده، لكن الكيكات والجاتوهات والشوكولاته والجاتوه الفاكهه والسويسرول محتاج كريمه يكون لها عصب، فبشتغل بالنباتي. الحيواني ملوش روح، طعمه حلو جدا طبعا ولكن بنستخدمه في حاجات تانية. اهو كل ما تسيب الخليط بتاع الاسبونج كل ما يعلى. بص بدا يوصل لفين، كان تحت خالص، هنا بدا يعلى 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 لحد فين اهو. استاذه زينب، ايوه ازيك يا استاذه زينب؟ ازيك عاملين؟ الحمد لله بخير يا فندم. عايزه اعرف طريقه الزرابيه وصوى زينب. حاضر، حاجه تاني؟ لا تحت امرك، مع السلامه. هنا بجيب عندي الكاستر اللي احنا عاملينه، بعد كده بقوم حاط عندي الكريمه النباتي السايله، وبطعم الايه؟ بطعم المانجا. وبقوم جايب عندي مضرب سلك يدوي واعمل ميكس للكريمه دي اهي. بص بقى عامل ازاي؟ ده تاكل صوابعك وراها. بص القوام نفسه، ادي القوام نفسه بتاع الايه؟ الكريمه. يا ام احمد ازاي؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ازيك يا ام احمد يا غاليه؟ الله يخليك، الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله عليك. الله يخليك يا ام احمد. كل وصفاتك هايله وبنعمل منها يا شيخ محمد. والله الحمد لله رب العالمين، دي حاجه بتبسطنا والله. الله يخليك، الله يخليك، الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك يا ست الكل. والله حفيدتي عايزه اتكلمك. طبعا طبعا، دهاني اسمها ايه؟ خديجه. يا خديجه. ازيك يا خديجة؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تعرفي انت اسمك حلو جدا؟ اه ما شاء الله عليك، ربنا يخليك لبابا وماما يا رب. انت ازيك عامل ايه؟ بخير يا حبيبتي الحمد لله، ربنا يعزك. سلميني بقى على كل اللي عندك، ها، واصحابك واخواتك وجيرانك وكل حبايبك. شكرا يا خديجة. هنا ادي اول واحدة، عشان كده قلت لك لازم يستوي خفق عشان يطلع الكميه اللي احنا عايزينها ديت، وبقسمها ايه؟ على صاجين اتنين اهو. انت حبيبي يا خالي اهو يا خالي، تمام. حاسس ان ديت ايه اعلى شويه، فاقوم واخد منها معلقه عم حمدي وحاططها هنا. كله كده يبقى ايه؟ مقاس واحد. خلي شغلك كده في المطبخ كده في السخن وفي الحلو يبقى كله واخد قد بعضه بالظبط، الصاج ده قد الصاج ده. والله لو عايزه تشتغلي بشكل اكتر يعني وتمشي بقى صح، اشتغلي بالميزان، ايه المشكله؟ توزني الخليط وبعد كده تقسميه على الصاجين الاثنين. كل ده في الاخر بينعكس فعلا والله على الحاجه اللي انت بتعمليها، وخصوصا الحلو.
بجيب عندي اسباتولا كده وابدا اللي انا اوزع الايه الاسبونج بتاعي في كل حته. الفرده دي مهمه على فكره. ليه بقى؟ لان في ناس كتير وهي بتعمل الاسبونج ما بتبقى ما بتطلعش مظبوط منها وبتطلع حته ناشفه وحته طريه عشان للاسف ما بتفردش مظبوط. فلازم يكوني معاكي الاسباتيول الاستانلس اللي معايا ده وتفردي بيه. بصي تقومي واخداه كده اهو ميه واحده. بص لما يبقى ميه واحده كلها بتبقى عامله ازاي؟ عشان لما نيجي نحط في الفرن ما تطلعش حته ناشفه وحته ايه؟ وحته طريه. طيب خلصنا كده ديت نقوم راكنينه هنا. طبعا الفرن ما ننساهوش طبعا لازم. بص انا اول حاجه ما اخش في برنامج بعمل كيكات لازم الفرن يكون محقق درجه حراره على فكره. يعني اي كيك ما ينفعش انت تحطيه على درجه حراره هاديه خالص. لازم يكون محقق درجه حراره انت عايزاها. ولو اي حاجه بتسويها على 170 اظبط الفرن على 180 وبعد ما تدخلي الكيك خليه على 170. ليه؟ لان فتحه الفرن اللي انت بتفتحها ديت بتقلل درجه الحراره. يعني في 10 كده بيخرجوا منها. فانت بتزوديها قبل ما تدخلي الحاجه. تمام. استاذه مرام؟ مرام؟ الو. الو ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام الحمد لله؟ اه. يا رب دايما امريني. عايز اسال بس على عيش البانكي عيش الكريب والبانكيك. عينيا الاثنين حاضر. حاجه تاني؟ لا شكرا. شكرا شكرا تحت امرك. جيب صينيه بس يا حاجي. الله يكرمك. ايوه اهي. عايزين ننزل الطلبات دي يا استاذه هاله كلها. يلا يا باشا اهو هطلعه لك ان شاء الله. ايه خلال السيجمنت اللي جاي بشغل الفرن فوق وتحت 170 ونبدا نقفل. تمام كده عملنا الكريمه عملنا الاسبونج بطعم المانجا. بعد ما بيطلع لازم يبرد. ما ينفعش اللي انت حضرتك تقوم واخداه وتطلعيه يعني بعد ما يطلع بسلكه بشيل منه ورقه الزبده بتاعته اللي تحت واسيبه يبرد في الثلاجه لمده ساعتين او ثلاثه عشان لما اجي اقشره بصي يتقشر معايا بكل سهوله. اهو بصي تقشير. تشيل القشره ديت الف. لازم تبقى معاكي بقى المعدات ديت. ايه بقالنا سنين شغالين في الميديا وبرامج الطبخ كتير ما شاء الله. لازم بقى يبقى عندك المعدات ديت مش الترانش الصغير لا الطويل ده عشان لما تيجي تعملي صاج زي ده تعرفي ان انت تتحكمي فيه. لان كل اللي عند ستات البيوت اللي هو ده صح؟ هوريه لكم دلوقتي. ده اللي عند ستات البيوت صح؟ مش هعرف اقشر بيه عمره ما هيطلع التقشيره بتاعته او لما اجي اقطع جاتوه زي ده. ده مختلف عن ده تماما. ده بتاع الحلويات ده بتاع الجاتوه ده بتاع تقشير الاسبونج نفسه او الكيكه الاسفنجيه ولكن ده بتاع اشياء تانية خالص. يعني ده اكيد ما بستخدموش خالص الا في حاجات معينه جدا. بعد ما قشرت يا عم حمدي خلاص كده تمام هنبدا نجيب عندنا الطوق اللي احنا نبدا نشتغل بيه. اقوم جايب كده حاطه كده اهو تمام وننزل نشيل الزيادات ديت. ادي اول طبقه. بص ما شاء الله عامله ازاي. ادي اول طبقه من الكيكه الاسفنجيه نحطها هنا. واقوم جايب عندي تاني صاج عم حمدي قدام حضراتكم اهي ونقوم حاطينه نفس الكلام على الطرف. وهقول لك ليه باجي على الطرف واشتغل. طلعنا كام طبقه كده اني تاني طبقه من الكيكه الاسفنجيه. بقوم مساوي دي. واقوم يا عم حمدي جايب دي جنب دي. اهي. فلا عشان دي اقوم لما اجي اقطعها تطلع بقى ايه؟ تطلع قد بعض بالظبط. بص اهي ثلاث طبقات وثلاث طبقات وحته اهي. بص بقى اهو. طيب ده بنعمل بقى ايه بقى؟ ما بنرموش والله. بنعمل منه انجلش ترايفل بنعمل منه بوبس كيك بنعمل منه حاجات كتير جدا فما بيترميش. دي برات او تعملي منه كاسات.
خلينا نعمل منه كاسات واوريه لكم، او شاي بلبن على رايك. ده جميله والله، طعمها حلو قوي. يا ام اشرف. السلام عليكم. ازيك يا ام اشرف؟ ربنا يبارك فيك. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ ويكرمك يا ست الكل، كل حاجتك جميلة وكل اكلك جميل والله. ربنا يبارك لك في صحتك وفي ولادك. ده انتوا اللي اجمل والله، ربنا يحفظك. انا ست كبيرة وبنت ابني، عايز اتكلمك. طبعا مريم. طبعا يا مريم. خد يا مريم. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ الحمد لله. كله تمام الحمد لله. اه، وليه بتساعدي بقى تيتا في المطبخ وكده ولا ايه بقى؟ ما تكيش دعوه بالمطبخ؟ اكيد. اه طبعا. يعني ما بتلعبيش على الموبايل وسايباه لوحدها يعني؟ ايش. انا عايز اعرف طريقتك التورتاية عشان اعملها لماما في عيد ميلادها. يلا هي احنا بنعمل تورتاية، هي تعملي لها في عيد ميلادها واحنا بنهدي لها الكيكه دي. تمام، ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. ننظف مكاننا ونروق الدنيا عشان كل ما المكان عندك يبقى نظيف، كل ما تعرفي تطلعي شغل محترم. بجيب عندي اول طبقه بقوم حاططها هنا تحت، جميل اهو. بجيب عندي شربات يكون خفيف وببدا يا عم حمدي نسقي بيها الكيكايه بتاعتنا الجميله ديت. ميه بسكر، حلو الكلام اهو. طيب بعد كده بقوم جايب عندي سباتولا كده صغيره. المربى بتبقى سحر مع المانجا، خصوصا لو مربى مثلا مربى فراوله تشتغل، راسبيري، بلوبيري، المربات اللي انت بتشوفها البرطمانه ديت ممكن تشتغلي بيها. لو مفيش فراوله تمام، يعني بص احنا ما بنعقدش حاجه، هو اللي بنقول حاجه والبديله، ولكن دي بتفصل الطعم، خلي الطعم في موضوع تاني. اقوم حاطط عندي المربى هنا، حلو الكلام. وبعد كده يا عم حمدي بنقوم واخدين عندنا الكريمه ونقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بلاش نكتر من الكريمه، حاول يبقى المعادله مظبوطه. اوزع الكريمه حلو الكلام. بعد كده بنقوم جايبين عندنا المانجا. السلام، ده أهم حاجة المانجا. أم كريم مش حاطة لي ولا معلقة يا عم حمدي. أهو والله، بص تعالى بص أهو. ماشي، عشان إيه؟ حبيبتي أم كريم، بص أنا بتصرف إزاي؟ كل شوية تجيلي في الفاصل، حرام عليك يا شيف محمد. أوزع يا باشا المانجا، بص بقطعها عندي مكعبات ونقوم إيه؟ واخدينها على الكريمة الجامدة ديت. ومدخلينها جوه الايه؟ الكريمه. حلو، بص بقى الطبقه اللي احنا بنحطها اللي بعد كده، اللي هي الطبقه اللي احنا قسمناها على اتنين. يعني بسيب اول طبقه سليمه من تحت وتاني طبقه سليمه من فوق، وبحط اللي هي في النص ديت اللي هي مقطوعه ديت في النص. ولازم واحنا بنعمل الكيك لازم نضغط الضغطه المحترمه ديت اهي. الشربات لازم، لو مفيش شربات مش هتعرف تاكل الكيكه دي خالص، وهتحس ان هي ناشفه كده ومش هتستمتعي بيها. الله عليك، ايه رايك نقوم حاطين ايه؟ طبقه بسيطه جدا من المربى الراسبيري، حاجه بسيطه قوي، ما بحطش كتير ها، وممكن تحطيها في طبقه واحده بس، انا بحطها في طبقتين اتنين ولكن ما بكترش. طبقة كريمة، سباتولا اهي، أوزع، وكفاية مانجا لأن أنا حاطط مانجا إيه؟ في النص ومربى، فبرضه بحافظ على الحاجة ما تبقاش تقيلة. الديسك ده مش مظبوط، هتلاقي في حته كده رفيعه وحته تخينه، لا لازم نظبطها بقى. اه بص عامله ازاي؟ بتحصل تبقى حته اهي، بص عامله ازاي؟ وحته تخينه. فبقوم جايبه هنا كده واظبط الاداء فيه. كده اهو. لان مهم جدا الديسك الاخير ده يبقى مظبوط في الكيك عشان يظبط لي الدنيا معايا. ام اسلام ازيك؟
معلش يا ام اسلام حاول اتصل بينا تاني. ونقوم يا عم حمدي حاطين هنا اخر طبقه ما بيتحطش عليها شربات كتير، حاجه بسيطه جدا. بس كده. ونقوم واخدين يا باشا الكريمه بتاعتنا ديت. زي ما حضرتك كده شايفين. ونوزع يبقى الكيك عندي انا كده حشيتها. بنروح فين بقى؟ فريزر على طول يكون عندك موجود وما يكونش كارف حاجه، يعني تكون كل حاجه مغطيها صح عشان الكيك ده بيلقط اي حاجه. حتى سمك لازم تغطيه كويس، فراخ، لحمه، توم، خلي بالنا بالتوم جدا وهو محطوط في الفريزر، لان لو الكيكه دي اتحطت في الفريزر مع حاجه تانية للاسف بيبوظ الدنيا. اهو نقوم ايه يا عم حمدي واخدين الطوق ده، طبعا بقول لك بيتحط الفريزر ايه مش اقل من ساعتين اتنين. نقوم واخدينها شايلين الباشا دي. طبعا لو بقول لك لو اتحطت الفريزر انت هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ممتع اكتر من اللي انا شغال فيه، لان الحاجه هتلاقيها ماسكه نفسها وانت شغاله بيها. يلا ما شاء الله. بص بقى، الله، بص يا باشا الجمال. ادي الاسبونش بتاعنا، هنقل الصاجين الاثنين، هنقل ده هنا بتاع فوق وده تحت عشان اضمن التسويه كلها تكون زي بعضها، ونقفل. تكمل كمان حوالي دقيقتين اتنين وبعد كده نبدا نطلعها. اللي بيحصل بعد كده بجيب عندي سباتولا برده نفس الكلام وامشي عندي على الحروف بتاعه الايه الكيكه. اسمها ايه بقى؟ اه بنبطس الكيك، تبطيص الكيك بالايه بالكريمه اللي عندي. هظبط عشان كله تطلع مظبوطه ستاندر ما يبقاش فيها اي مشكله. ونكمل لحد ما نبدا نخلص. عشان كده بقول لك الكريمه تبقى عامل مهم جدا جدا في الشغل بتاعنا ده. خلاص بص اهي، يلا بينا. بعد ما عملناه كده اهوت تمام كده، هقوم مسحها بقى اخر مسحه كده من كل حته وامشي لحد ما اوصل لكده. طيب واقوم واخد عندي الحروف ديت مموتها كده بايه؟ بالاسباتول اللي معايا عشان هنبدا نقطع عندنا المانجا. يا مدام رغده، ماشي يا مدام رغده. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مدام رغده؟ ازي حالك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. الله يحفظك. تسلم على كل اكله بتعملها، يا ربنا يخليك لينا يا رب. تسلمي يا مدام رغده، ربنا يديك عافيتك. اه عايزه المكرونه البشاميل اللي بعملها لو سمحت بتسيب مني. بتسيب منك من يبقى البشاميل؟ اه يعني حلو. يبقى انت ما بتعمل البشاميل مش معاكي مظبوط صح؟ ممكن صح. حاضر، هنقول لك على الطريقه بتاعت. حاضر، بص يا ست الكل، انت بتجيبي الزبده افضل بتدي كريمه او لون وطعم افضل من السمنه. في ناس بتعمله بالسمنه وفي ناس بتعمله بالزبده، لكن القوام الكريمي بيجي من الزبده افضل. فبجيب 3 معالق كبار من الزبده بحطهم على النار بسيحهم، بحط قدهم 3 معالق كبار من الدقيق. التكييف مش شغال يا جماعه. وبعد كده بقوم محورهم كويس جدا على النار، وبعد كده بقوم حاطط عليه لتر من الحليب. الحليب حضرتك بتحطيه على النار يكون دافي، حلو الكلام؟ تحطي وتقلبي بمضرب السلك وتسيبيه على نار متوسطه لحد ما يقلب معاكي. تقل نبدا نشتغل منه. بتسيب لي بقى المكرونه وانت بتحطيها بتاعت البشاميل، حطي معاها شويه صوص ابيض وقلبيها بعد ما تتسلق مع الصوص الابيض
قبل حاجه، لان شكلك بتحطي المكرونه مسلوقه بس من غير صوص ابيض عليها، لازم تقلبي معاها شويه صوص ابيض واللحمه المفرومه والصوص الابيض من فوق والجبنه وتدخليها الفرن. طيب احنا كده عملنا الكيكه خلصناها، بنجيب عندي بعد كده المانجا. قبل ما هطلع فاصل هوريكم حاجه مهمه جدا، ادي المانجا اللي بنجيبها الصديقه دي، واقوم واخدها كده شايفه قطعها شرايح ورفيعه جدا، وبعد كده بعد ما نقطعها شرايح رفيعه بقوم واخدها وارسم بيها الكيكه بتاعتنا. في بقى كيكه تانية نعملها صغيره هنحطها فوق الكيكه الكبيره ديت، دي اللي هنشوفها ان شاء الله ولكن بعد الفصل. رجعنا تاني بعد الفاصل وبنبدا ان احنا ايه نقطع عندنا المانجا، نقطعها شرايح، وانا حطيت الكيكه اللي فوق ديت يعني بسيبها عندي تاخد التبريد بتاعها، وببدا ان انا اجيب عندي شرايح المانجا الرفيعه جدا ديت ونبدا ازين بيها زي ما حضراتكم كده شايفين. عشان كده التقطيعه والسكينه لازم تكون جميله معايا وحاميه عشان اعرف اطلع الشرايح ديت من السكينه، ما تبقاش مش هتشرع، لا السكينة ناعمة. تمام، وبعد كده ببدأ اجيب عندي الشرايح ديت اركبها فوق بعضيها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ونبدأ ان احنا نلف الكيكه اللي فوق ديت. ثبتها ازاي؟ جبت قواعد خشب او خله خشب صغيره وخدت المقاس بتاع الارتفاع بتاع الكيكه اللي تحت، وبدات ان انا احط حوالي خمسه كده حوالين بعضهم، وبعد كده جبت الكيكه اللي فوق ديت وقمت حاططها. هتشوفها دلوقتي شكلها يبقى عامل ازاي بعد ما تخلص، يعني احنا بنوريك الحاجه الاساسيات بتاعتها بتشتغل ازاي، وبعد كده هوريك كل حاجه بعد ما تخلص الديكور بتاعها هيبقى عامل ازاي. اهم حاجه تحافظي اللي كله يبقى مقاس واحد. أستاذة أميرة، أستاذة أميرة، أيوه ازيك يا أستاذة أميرة؟ أيوه يا شيف، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ربنا يعزك يا رب، منور يا ربنا يحفظك، ده منورة بيكي وباتصالك. معلش بقى حاولي اتصلي بينا تاني ونلف. شايفين التقطيع بتاعت المانجا مهمة جدا بقى عشان لما نيجي ايه، طبعا الناس بيقولوا لي انت بتشتكي من التكييف. لا هو مش انا مش بشتكي من التكييف ولا حاجة، التكييف ما فيهوش حاجة، ولكن هو الجو بره فعلا مش طبيعي، جو بره حر فمقصر، لان الحاجات اللي زي دي والكيكات اللي زي ديت ما ينفعش تشتغل في جو حر خالص، انسي. اشتغل بيها في بالليل او تطلعيها على طول وتشتغلي منها، ممكن تحط عليها مانجو مكعبات وانت شغاله بيها برضو، الحاجات دي كلها ايه هتشتغل معاك، يعني مش ممكن تحط عليها شرايح، لا ممكن تحط عليها مانجو مكعبات من فوق تشتغل معاك على طول بقى بعد ما تطلعها من الفريزر. يا حاجه ساميه، معلش يا حاجه ساميه حاولي اتصلي بينا تاني. كل المانجا اللي بطلعها ديت هنعمل بيها شغل دلوقتي، ولكن انا باخد الايه الفليه اللي هو الشريحه اللي هي هتساعدني ان انا اطلع شكل حلو، وفي الاخر التانيين دول هنعمل بيهم كاسات، مش هنرمي حاجه يعني ما تلاقيش. اهي يا ام زياد، ام زياد ازيك؟ الله يسلمك، ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا ام زياد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله تمام. الله يحفظك، اتفضلي يا فندم. بصراحة ربنا يبارك لك على اللي أنت بتعمله كله يعني. ربنا يخليك لينا يا ست الكل، أشكرك.
التورتايه اللي بتعملها دي جميله جدا جدا. اتفضلي والله ما تغلاش عليك والله. ربنا يبارك لك. الله يخليك. كنت عايزه اسال، عندي باميه وعايزه اخزنها وعايزه تفضل محتفظه باللون بتاعها. حلو جدا. طيب عايزه حاجه ثانيه؟ لا تمام. شكرا لحضرتك جدا. بص يا ست الكل، الباميه طبعا بتجيبيها بتنشفيها كويس جدا، بتغسليها الاول وبتنشفيها، وبعد كده بتقومي جايبه ميه سخنه، حاطه في الميه السخنه سنه بسيطه جدا من البيكربوناتو، وبحط معاها سنه ملح ليمون، لو ما فيش ملح ليمون عصير ليمون، والميه تغلي، تنزلي عندك الباميه بالظبط اقل من دقيقه، تقوم طلعاها حطها في ميه ساقعه عشان توقفي العمليه بتاعتها عشان ما تهريش منك. دقيقه بتطلعيها وتحطيها عندك في ميه تكون فيها تلج، وبعد كده تاخديها وتنشفيها وتحطيها عندك في الفريزر وتخزنيها، اللون بتاعها هيبقى زي الفل ومش هيحصل له اي حاجه. يا حاجه ساميه. ايوه ازيك يا محمد. ازيك يا حاجه ساميه؟ الله يخليك يا حبيبي، عامل ايه؟ الله يديك الصحه يا ست الكل. الله يخليك. احنا بنسلم عليك كل يوم، بس انا النهارده عايز اسلم على حد عندك. طبعا اتفضلي. عايزه ام كريم، انت لسه بتسمعك في البرنامج. ام كريم ده حبيبتي كل دي والله. ام كريم بقى دي يعني عايزه اقول الست اللي هي ورا الكاميرات ومجتهده. طبعا عايزين كلنا نسلم عليها. طبعا ربنا يخليكي لينا. ايوه ام كيمو. وبعدين هي ايدك ورجلك يا محمد. طبعا شفنا الشفات عندك، ام كريم غابت كان محتاج. يا نهار ابيض، ده احنا طبعا بنحتاج، احنا هنعرف نشتغل من غيرها. بيسال الكنترول على حاجه، قالوا له ام كريم النهارده غايبه. يلا انت متابع حاجه ساميه. تحية كبيرة طبعا، تحية كبيرة. فسلم لي عليها وكل مصر بتسلم على ام كريم. دي احنا كده مش هنعرف نشغلها خلاص يا مدام سامية. الله يسامحك يا حاجة. ايش؟ اهي. ماشي يا ام كريم، راحتك يا ام كريم. ما اقدرش نتكلم بقى خلاص، الحاجة سامية اتوسطت لك. اي حد بنجيب سيرته وانا شغال على الهوا ما هي الا محبه، اي حد ايا كان والله، ما هي الا بتبقى محبه يعني. واحنا هنا يعني انتوا ما تعرفوش احنا الجو اللي احنا بنعيش فيه بنبقى عاملين ازاي، والشده اللي بنبقى فيها قبل الهوا، بس كل واحد بيبقى عامله زي خليه النحل. انت لو دخلت شفت البرامج المطبخ عندنا ورا بعض، ودي ما بتحصلش في اي قناه فضائيه على فكره بالمناسبه، ولكن احنا هنا بفضل الله خليه النحل شغاله، كل واحد بيعمل اللي له واللي ملوش فيه بيشتغل فيه، طالما عارف اللي ده اللي بيتعمل وده الصح ده اللي بيتعمل. فده اللي بشوفه على طول من خلال الكاست اللي احنا شغال معاه. فتحيه كبيره والله كل الناس اللي شغاله هنا في قناه بي ان سي طبعا. الناس المحترمه. فاضل قد ايه؟ ده مش عايزه تخلص. كيكه كبيره. وراك حاجه يا حمدي؟ ما ورناش حاجه. والله كيكه مش عايزه تخلص. الو محمد. الو يا محمد. ازيك يا ام رمزي؟ ازيك يا محمد؟ فرقه صلى خالص يا محمد خلاص. وده كلام طيب يعني؟ مش عارفه بقى، قالوا لي يا فاصل يا كده، وبعدين ما اعرفش اخش لك خالص. ده انا سيب البرنامج وامشي يا ام رمزي. ربنا يخليك. لا خليك عشان ام كريم معاك. الله 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 الله. كده احنا مش هنشتغل. العسل اللي معاك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا ست الكل، تسلمي. بقول لك يا محمد ربنا يخليك. حفيدي بيلعب جمال اجسام، نفسي في الصفايه بس ما تكونش فيها سكر، ويعني الدهون والحاجات دي ممنوعه عنه. يبقى اوعي تاكلي اكلك يا ام رمزي. هو يعني بيبقى منحر عمال يقول لي نفسي اكل. اوعي تاكلي اكلك يا ام رمزي وتقولي كل يا حبيبي عشان تلم عظمك والجو القديم بتاعنا ده. انا عايز اعمل له حاجه كده سيدي يا محمد. ربنا يخليك. حاضر يا ام رمزي، حاضر من عينيا. ربنا يخليك. شكرا يا ام رمزي. الله يخليك يا ست ام رمزي. هتبوظي له الفورمه واللي هو قاعد بيعمله في سنين، هتبوظه له في اكله واحده. الجو بقى يا ابني انت هفتل كده يا ابني كل مش عارف ايه. لا ده اللي احنا اتربينا عليه بقى، ايه كان في حاجات كتير غلط، فلازم نشوف الصح ايه اللي احنا المفروض نعمله. في حاجه سحريه والله يعني انا لاحظتها الايام اللي فاتت ديت وقلت لازم اتكلم عليها. حاولوا الرده ما تطلعش من البيت، حاولوا الرده
الرده بتاعتنا العاديه بتاعت العيش البلدي ما تتقطعش من البيت. كل رده حطوها على اي اكل، حطوها على السلطه. يعني انتوا بتعملوا سلطه حطوا عليها شويه رده. بتاكلي شويه رز حط معاها شويه رده. اسمعي مني والله. الحاجات ديت يعني مش عايز اقول لك الدكاتره ومنظمه الصحه العالميه منزلين حاجه او منزلين كميه الفوائد اللي محطوطه بالرده وخصوصا للامعاء. حاولوا تشتغلوا يعني الرده ديت تعملوا بيها كل حاجه في حياتكم. عشان كده في اكله في ليبيا اسمها البازين. البازين دي بتتعمل مش عايز اقول لك انت بتاكليها من هنا ساعتين اتنين او ساعه واحده، ساعتين ايه هي ساعه واحده تلاقي نفسك جوعت خلاص عايز تاكل تاني، لان بتساعد على الهضم بطريقه مش طبيعيه. الناس اللي عندها مشكله في القولون عندها مشكله في المعده لازم الرده ما تتقطعش من البيت. مين معانا اسهله؟ يا محمد ازيك؟ الو السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ وعليكم السلام. انا بحبك اول شيء في اكلتك الحلوه. ايه رايك في كيكه المانجا ديت؟ جميله والله. حبيبي يا محمد ربنا يكرمك يا حبيبي. انا عايز مراد امي جاي وعايزه بس اعملها تورتايه فكده بشوف بس اللي من عينيا الاثنين. حاضر ربنا يخليها لك كل سنه وهي طيبه. واحنا بنديها الايه الكيكه ديت على الهوا اهو وبنقول لها اللي انت بتقول لها كل سنه وهي طيبه. شكرا. ماشي يا حبيبي. عفوا يا حبيبي الشيف. مع السلامه. خلاص اهيت يا ام معاذ. ايوه ازيك حضرتك يا شيخ محمد؟ ازيك يا ام معاذ عامله ايه؟ ازي صحتك؟ الحمد لله بخير والله. ربنا ما يحسن ما بين ايديك. ربنا يحفظك يا ست الكل. اشكرك. تسلم على الاكل الجميل اللي انت بتعمله ربنا انت والفاست كله والشيف نونه والشيف فاطمه. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يخليك لينا يا ست الكل ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك وربنا يبارك لك في اولادك يا رب ويبارك لك في صحتك يا ست. ربنا يخليك لينا والله. تسلمي لي. الله يخليك. شكرا يا شيخ محمد. شكرا يا فندم. انا بصبح عليك. صباح الجمال يا ست الكل. اشكرك. شكرا لحضرتك والله. وانا اللي بشكرك على تليفونك الجميل ده. بناخد عندنا دلوقتي ايه الطبقه اللي فوق. هنبدا برضو نعملها نفس الكلام. هقطع شرايح وبعد كده نبدا نعملها نفس الكلام. خلينا نطلع فاصل بقى ان شاء الله. اهو بصي الشرايح لازم تكون رفيعه جدا اهو. السكينه لازم تكون حاميه. وابدا اخد الايه الكلام ده كله من فوق كده واكمل الموضوع بقى. الحم التانيين دول في بعض ونشوفها ونكمل ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. دي بس لذيذه يعني وانت شغاله فيها بقى كده بعد ما تخلصيها بتلاقي الموضوع حلو. بص بقى انا اللي حصل ايه؟ انا جبت خله وحطيتها في النص عشان اوقف الكيكه دي من فوق. الكيكه اللي تحت لسه حشيها فطبيعي اللي هي ايه؟ هتميل شويه فمالت فعملت حركه ثانيه. جبنا ايه؟ جبنا كوبايه يعني انا اتصرفت على الهواء زي دي كده تمام؟ وكانت بالارتفاع ده. بصي هي بنفس الارتفاع اللي موجوده بتاعت الكيكه اللي تحت. دي بنفس الارتفاع الكوبايه بنفس الارتفاع بتاع الكيك. خدتها وانت حاطه في النص وانت حاطط عليها الكيكه اللي في النص ديت. لكن لو انت حاطه الكيكه من تحتك بالفريزر ديت لمده يوم انسي. حط عليها واشتغل على طول مفيش اي مشكله. لكن لو هتقعديها فتره ده موضوع تاني. طيب بجيب عندي بقى المانجا. باجي بقى ديت بقوم واخدها من ايه من الجنب مش بالطول من الجنب زي ما حضرتك كده شايفه. ليه؟ هوريكي دلوقتي اهو. اقوم عامل ايه بقى يا عم حمدي؟ واخد
الكلام ده كله. رايح راسس على الحروف الاحرف ديت اداريها. استاذة اميرة ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذة اميرة ازيك؟ لا انا هجيبها. ايوه ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ازاي صحتك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. الله يخليك يا رب. امريني يا استاذة اميرة. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة اعرف نوع غسالة اطباق كويس. اه انا الانواع انا مش هينفع اقولها على الهوا، ولكن عايز بس اقول لك على حاجه. طيب سيب التليفون بتاعك وهكلمك والله بعد الهوا. حاضر. من عينيا الاثنين. لكن للاسف والله استاذه يعني للاسف مش هقدر اقول الانواع خالص على الهوا او ماركات للاسف يعني. بصي كيس كريمه مدام سميرة. ازيك؟ الله يسلمك. شيف محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اي اهلا. ازيك يا شيف محمد؟ الحمد لله بخير. ازاي حضرتك؟ اول مره اتكلم مع حضرتك. يا ده على دماغنا والله. ازاي حضرتك؟ اه بقالي ساعتين بتكلم. انا اسف والله يا فندم. انا اسف. لا لا ما فيش. معلش انا اسف. انا عارفه عارفه ظروفك. ربنا يحفظك. انا عشمانه فيك ان انا بحفيدتي نجحت في الاعداديه. ما شاء الله وأنا الف مبروك. عايزك تقول لها الف مبروك. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها برفنيه مجدي. برفنيه مجدي؟ ايوه. بيقول لك وانا تيتا بتاعتها. تيتا سميره. تيتا سميره يا برفنيه بتقول لك الف مليون مبروك. جابت 83. ما شاء الله ربنا يبارك. الف مليون مبروك. عقبال ما تبارك لي ليها في الثانويه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يخليها لك. بس خليك انا في حاجات كتير عايزه اكلمك فيها ولا بعرف. يلا اتفضلي قولي. احنا صايمين. ها تمام. ومره كنت طبخ عدس بجبه مرتين. اعمل ايه؟ اقول نعم. في مره ايه؟ مرتين عملت عدس بجبه صيامي او حطيت سمنه. احنا نشيل الحاجه الفطاري. اه عايزاك تعيد الحلقات دي تاني. حاضر. من عينيا الاثنين. عملنا قبل كده حلقات يعني. لا طبعا ده انت تامري والله تامري. حاضر. يا نهار ابيض. بس كده فكرينا استاذه هاله نعيد حلقات صيامي. احنا كنا عاملين حلويات صيامي قبل كده نظبطها مع الاستاذه روان. وبص حضرتك ان شاء الله هنعيدها لك يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. احنا وحيك ربنا يا ست الكل. وكل سنه وانت طيبه يا مدام سميره. نصحى بقى كله مانجا في مانجا. التوتش الاخير ده بقى مهم جدا بقى يا مدام سميه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام سميه؟ ازيك يا شيف محمد؟ ازاي حضرتك يا مدام سميه؟ اه ملناش حظ واسف جدا جدا والله. معلش يا مدام سميه. بص بقى كيكه المانجا عامله ازاي. تطلع يا مدام حنان. ازيك؟ ازيك يا ضيف محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها. ايه رايك في كيكه المانجا دي؟ تحفه تحفه. الله يخليك. يكرمك يا رب وربنا يبارك لك يا شيخ محمد. الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل. جزانا واياكم يا رب. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا فندم. الله يحفظك. انا على فكره عملت البيتي فور بتاعك في العيد طلع جميل جدا. ما شاء الله ما شاء الله. انا بفرح قوي جدا لما حد بيتكلم على حاجه العيد تطلع مظبوطه وبالذات البيتي فور لانه مقاديره لازم تبقى بالجرام. فانت اشتغلتي بالجرام بقى ولا بالكوبايه؟ ايوه اه عملت بالجرام فعلا. الله عليك الله عليك. الف هنا وشفا. من هنا وشفا يا الكل. ربنا يحفظك. كنت عايزه اعمل اهداء لحفيدتي يا شيخ محمد. طبعا اتفضلي. بقول لي ريتال كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه يا رب. ما شاء الله ربنا يخليها لك ويبارك فيها. الله يكرمك يا مع ان صوتك مش باين عليه خمسة وخميسة الله يعني. الله يبارك لك يا رب. ايش يا ست الكل. ربنا يخليها لك ويبارك فيها. مع السلامة. أحلى حاجة في الدنيا بقى. سلام. شوية كريس كده يتحطوا بقى. إيه؟ هيحصل. انا هعملك بالكيوي كمان.
عشان اكسرها لك بالايه. وكده اهو يا باشا تمام، هتقوم حاطط دي هنا. ايوه بس كده. طيب هنا بقى بنقوم شايلين عندنا المانجا ديت يا مدام اماني. الو ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا مدام اماني؟ الله يزي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك ويبارك فيك يا رب. ايه الحلاوه والجمال والطعام، ربنا يخليك. اتفضلي. الله يخليك، الله يخليك، الله يصلح حالك يا رب. والله بنشكركم على المجهود الهايل، وبصراحه يعني حاجه فوق العاده. والله ده يعني الحمد لله رب العالمين، بنحاول والله نفسكم على قد ما نقدر. الله يا ربنا يبارك فيكم يا رب ويزيدكم النعيم يا رب. الله يخليك يا مدام اماني، تسلمين يا ست الكل يا رب. والله اول مره يعني اعمل مداخله مع اي برنامج. ده على دماغنا والله، وشرف لينا من جمال الشكل والروعه ربنا يحفظك. الله يخليك، الله ربنا يخليك. يا رب يبارك فيكم كلكم، كل القناه كلها يا رب باكملها يا رب. الله يخليك، دعواتك بالدنيا ربنا يحفظك. الله يخليك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص اللمسات الاخيره اهم من الكيكه نفسها، يعني عملت كل حاجه قدامك، الاسبونش، الكريمه، الحشو، لدرجه ان انا والله يعني في حاجه بس هي الكيكايه اللي قبل الهواء العشنيه اللي هي الصغيره، لان ما فيش وقت كنت اعمل الكلام ده. بص بقى كيوي بقطعها شرايح عشان ايه نظبط التظبيط بقى، وبقطعها شرايح كده رفيعه، واقوم واخدها حوالين الكيكايه من ايه دي تعملها لعيد الميلاد ديت فوره. والله لو عندك عيد ميلاد ولا حاجه تعمليها، وبنقول طبعا لكل اللي عيد ميلادهم الشهر ده بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبنهدي لهم الكيكايه كيكه المانجا ديت. بص الكيو عامل ازاي بقى، بص اللون الاحمر مع الاصفر مع الاخضر، عارفه انت الموضوع ده بيبقى بيدي راحه نفسيه كده لما بتشوفها، لما تخلص من بعيد هتبقى عامله ازاي. عايزه تلمعيها لمعيها، لو هتاكلها في يومها توكل على الله ولا تلمعي ولا اي حاجه، يبقى زي ما هي كده وتتاكل. تخيلوا بقى بعد اللي احنا بنعمله دهوت بقى عندنا شويه كبده اسكندراني بزفارم، زفارم النهارده جايب لنا حته كبده لوز، لوز العنب. بعد المانجا ديت نحل بيه بقى، نحل بالكبده الاسكندراني. هنشوفها ان شاء الله. ما تنسوش طبعا منتجات في عرض هايل جدا جدا وعروض عاملينها على الصفحه عندهم. لازم تخش على صفحه برايتز هاوس التجاريه، هتلاقي فيها حاجات كتير جدا وفي حاجات كتير جديده نزلت. لازم تخش تتفرجي، خشي خدي فكرة. عندها صفحتهم، صفحتهم على الفيسبوك اسمها برايتز هاوس. عايزك تخش كده تاخدي الفكرة عن الحلل اللي موجودة للستانلس الجديدة. جايبين لبنات جديدة، جايبين طاسات جديدة. عايز اوريكم الطاسة الجديدة، يا رب تكون موجودة هنا ولا في المطبخ تحضيري، هنجيبها لكم الفصل اللي بعد كده، واوريك قد ايه عاملين حتة طاسة تستانلس محترمة. الستانلس الستانلستين اللي هو البيور، ما فيهوش حديد، ما فيهوش حشو حديد، وعليه طبقه تيفال كده من فوق زي ما قال الكتاب، وعاملين لبانه جديده. خش على الصفحه عندهم على الفيسبوك، صفحه برايتز هاوس التجاريه، هتلاقيه عاملين عروض كتير جدا على الاطباق وعن الحلل وعن حاجات كتير جدا تقدري ان انت تاخديها وتشوفيها. اي بنت بتجهز نفسها خشي وخدي الفكره وثقي في الحاجه اللي انا بقول عليها. لو انا مش واثق بنسبه 1000000% من الحاجه ديت عمري ما هتكلم عليها. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نوصل. Thank you.
رجعنا تاني بعد الفاصل. مانجو كيك عملناها من الالف للياء زي اللي قدام حضرتك كده، يعني بص التناسق اللي فيها والمانجا من فوق لتحت، الالوان نفسها بتاعت المانجا مع الكريز مع الخرشوفه اللي فوق مع الكيوي، فكل الحاجات التاتشات الاخيره ديت بتعمل شكل حلو جدا للمانجا. اهم حاجه ما تنسيش اللي حضرتك تحط وانت بتحط الكيكه اللي فوق ديت اللي انت تفرزي اللي تحت كويس، تبقى متفرزه عشان ما تملش، مش كده حط حاجه تقيله في النص عشان اسند عليها دلوقتي، لان الكيكات دي كلها اصلا محشيه، دي حشيه قبل الهواء ما فيش ب 10 دقائق، ودي حشيه على الهواء ووريها لك عملناها ازاي. طيب تعالوا نشوف عندنا زفار مقدم لنا ايه النهارده. طبعا طالما انت العجل عندك حلو ومتسمم مظبوط فهناخد منه حته كبده مظبوطه. الصلاه على النبي. بحب انا شديد قشره ديت. هي فاضل كانت فاضل لها حته صغيره بس فشلتها، لان القشره اللي بتقف الكبده ديت ساعات بتشد شويه لما بنيجي نعملها. يا استاذه عائشه. الو. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذه عائشه؟ ازي حضرتك؟ ازيك استاذ محمد؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بشكر حضرتك جدا والله على كل حاجه بتقدمها. الله يحفظك. ربنا يخليك يا ست الكل. اشكرك. معلش عندي شويه اسئله كده بس. معلش. طبعا اتفضلي. لا اتفضلي. ايه الفرق بين الكريمه اللي هي الحيواني والنباتي؟ يعني حاضر. هروح عند مستلزمات الحلواني اقول له عايزه كريم شانتيه. حاضر. هل مثلا في فرق مثلا لما اروح اطلب من الاستاذ يعني في المحل اقول له ايه مثلا؟ انت قصدك على الكريمه النبات السائله والكريم شانتيه صح؟ ايوه. ايه الفرق؟ وما باجي اعمل تورته ومثلا احطها في الثلاجه ثاني يوم بحسها بتشقق مثلا او كده. طيب حاضر. وبقى صعب ان انا اغطيها عشان الكريمه عندك مش مخفوقه صح فبتشقق، وخصوصا لو كريم شانتيه انت خفقاه مش مدياله كميه السايل بتاعته المظبوطه، وبتخافي للكريم شانتيه سايل فما بتديلوش الكميه بتاعته المظبوطه. فانا بنعمل ايه؟ اول حاجه الفرق بين الكريم شانتيه اللي هو الباودر ده الكوبايه عليه 3 كوبايات من اللبن السائع اللي فيه تلج، وعملت طريقه على السوشيال ميديا قلت لكم يا جماعه انتوا بتجيبوا التلج بتجرشوه بتحطوا معاه 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات ميه وبتسيبيه يتخفق الاول مع بعضه لحد ما التلج يدوب. بعد كده بنقوم حاطين على الكوبايه الكريمه ديت لو جايه خام بحط عليها ربع كوبايه سكر باودر، لو جايه بسكر يبقى بتتحط على زي ما هي على طول. السرعه الاولى شويه نزود عليها السرعه ونعلي السرعه ونصبر عليها 5 دقائق خفق. طيب الكريمه النبات السايله ودي بتبقى في علب كرتون اعتقد الكيلو متراوح ما بين 60 جنيه ل 80 جنيه، بس اللتر ده بيعمل لك 2 لتر من الكريمه لانه بيتضاعف حجمه لانه نباتي غير الحيواني. الحيواني ما بتضاعفش الحجم لانه طبيعي، لكن النباتي بيتضاعف الحجم بتاعه، وده اللي بستخدمه في حشو الكيكات دايما. هجيب بقى الكبده اهيت بقطعها عندي شرايح رفيعه جدا تمام. ايوه ما شاء الله بص عامله ازاي. تمام بعد ما قطعناها شرايح كده اهي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، مش عصافير شرايح. بنبدا نجيب عندنا طاسه بنحطها عندي على النار. يا حاجه ليلى معلش يا حاجه ليلى هحط السمنه تاني. امتع اكله في الدنيا انا بحبها جدا الكبده، ما بتاخدش وقت وخصوصا بقى الجو الحر اللي احنا فيه ده اهو، ولا محتاج بقى تقعدي تسبكي لي طماطم على النار وتعملي لي شويه باميه، ولا محتاج بقى نعمل شويه بطاطس باللحمه ولا الكلام ده كله. لا احنا محتاجين حاجه تتاكل على طول، يعني عندك شويه لحم نعملهم كفته ماشي على النار اسهل اكلات اعمليها. ودي نصيحه من محمد لامهاتي وحبايبي والعرايس الجداد، ما تتعبيش نفسك في المطبخ في الجو ده، اعملي اسهل حاجه ممكن تتعمل. ايه اسهل حاجه؟ شويه مكرونه بصوص الابيض ما بياخدوش وقت، لحمه مفرومه تقومي جايباها وحط عليها شويه كزبره وشويه بصل مفروم وشويه ملح وفلفل وتصبعيها وتشويها ما بتاخدش وقت. ني في ني. يعني ايه ني في ني؟ يعني تجيبي اللحمه من زفارم مثلا المكعبات اللي زي ديت حلوه دي قوي، تقومي جايباها وحط عليها بصلايه مفرومه ثوم شرايح حط عليها شويه ملح
وفلفل، معلقه صلصه، بطاطس، فلفل الوان، كله ني في ني، وحطيهم في ورقه زبده وورقه فويل ودخلي الفرن على طول، وبعد ما يستوي تطلع وتقدمها مع شويه رز او شويه عيش وشويه سلطه. اعملي الحاجه البسيطه والسهله. اكل ارديحي، بلاش تعملي كشري، كشري محتاج مجهود مش طبيعي عشان تعمليه في البيت. ففي اكلات مش كل الاكلات اللي تنفع تتعمل في الجو اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. هنجيب عندي زيت، يعني دي من اسهل الاكلات. بجيب عندي الكبده، بص الكبده ما شاء الله شكلها عامل ازاي، حاجه جميله. تقومي حاطه الكبده الشرايح يا حاج هانم. ايوه ازي حضرتك يا فندم؟ الو يا ست الكل. الو، طيب الحاج ليلى رجعت تاني. الو محمد، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ربنا يا ابني يحزن ما بين ايديك يا رب ويكرمك يا ست الكل، بارك الله فيك يا رب. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. بعد اذنك اعمل ايداع لحبيبتي ليلى. طبعا طبعا اتفضلي. هي ليلى جايبه 99 وهتتكرم بكره ان شاء الله. الايه؟ ايه ده؟ جايبه 99% وهتتكرم بكره ان شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك ويخلي. الله يخليك. ما شاء الله، الف مليون مبروك. الله يبارك لك يا محمد، تعمل لها اهداء كده من عندك بقى. ده احلى اهداء للاستاذه ليلى، وان شاء الله تشوفها دكتوره قد الدنيا كلها. ربنا يخليها لك ويبارك فيها. توم، انا عمال اقول اللي عمال يشخشخ ده اتاري ليه ال بس ومسليه صح؟ ايوه الله يخليك والله. انا بص بقطع البصل شرايح، في ناس ما بتحطش بصل. براحتك والله، انا بحب البصل، اللي مش عايز يضيف بصل ما يضيفش. انا بضيف بصل شرايح رفيعه جدا واشوحها كده مع ايه، فصين اتنين من التوم، تمام، حبه فلفل الوان، فلفل اخضر، اسف مش فلفل الوان، فلفل اخضر، شويه فلفل حامي، نشوح الكلام ده كله مع بعضه. ودي الطاسه اللي انا اتكلمت عليها عم حمدي في قبل ال قبل السيجمنت الاخير، واتكلمت قلت على الطاسه ديت ستانلس اللي هو 18/10، طبقه التيفال المحترمه اللي عليها ديت ما بتحتاجش غسيل خالص، تحطها تحت الحوض بس وتجيب سبونشه صغيره اللي عندك ديت اللي هي السفنجه ديت وتمسحيها بس بالصابون وبس. بص عامله ازاي والتقل بتاعها عامل ازاي، وتوزع درجه الحراره كلها في المظبوط. تقدري تطلبيها من برايتز هاوس ان شاء الله. شوية طماطم كده ايه شرايح يسكروا لي الكبده ديت ويخليه طعمها حلو. نقوم يا باشا حاطين ايه شوية الملح. بعد كده عندي شوية فلفل. بعد كده عندنا شوية من الكمون. شوية كزبرة ناشفة. بس. احلى من كبده من زفار مش هتلاقيها، تلاقيها موجوده عندهم، اطلبي اللي انت عايزاه، يوصليك لحد البيت، من لحوم، قطع فيليه، ستيك، كل حاجه عندهم تقدري تطلبيها توصلهم لك لحد البيت. طيب ادي كده خلاص الحلقه بتاعتنا خلصت، والكبده اتشوحت ما بتاخدش وقت معايا. عصير الليمونه بقى في الاخر، وصلت الطحينه نقدمها معاها وبدانا نوشفها، والمقادير احنا ننزلها لكم. اتمنى طبعا الحلقه تنول اعجابكم، ان شاء الله ما شافش الحلقه انتظرنا في الاعاده. مانجو كيك عملناها من الف للياء. ادي الكيكه الاسفنجيه اللي احنا عملناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، طلعت قدامك، بدانا ان احنا نبردها. بعد ما بردناها يعني بص عم حمدي قبل ما انهي ده، الكيكه دي مطلعها بايه؟ بقى لها 10 دقائق صح؟ تقوم واخداها كده عشان بس والله ما بحب افوت حاجه. صح كده، بعد ما طلعناها من ورق الزبده بنقوم حاطين كده اهو عليها، بتقوم شايله ورقه الزبده ديت كده اهي، كده بقت جاهزه عندي للاستخدام. تبداي ان انت تقطعي بيها وتشتغلي منها. بصي عامله ازاي. بس اشوفكم على خير ان شاء الله، حلقه جديده من برنامج المطعم، والسلام عليكم.